إن الذي اتهمنا بأننا ذهبنا لمشاورات مع المسؤولين في الدولة الجزائرية من أجل المساومة للرجوع للحكومة ظالم معتدي. نحن أكبر من ذلك بكثير، نحن أسمى من أن نتاجر بغيرنا. فقلت كلاما قاسيا هنا وكلاما هناك ما كان له أن يقال حيث قيل. لم أصبر للأسف الشديد، وما كان لي ألا أصبر. اسم حركة مجتمع السلم كان يفرض علي أن أصبر، ولا أملك اليوم إلا أن أعتذر، أن أعتذر لمن تجاوزت في حقه، ولكل من أحزنه رد فعلي في أي موقع كان، وأسأل الله أن يغفر لي وأن يصلحني ويصلح من ظلمني وظلم حركتي. لقد أعلنا عن المشاورات بشكل علني وبين، وقد التقينا بالعديد من الشخصيات، ولا يزال مشوارنا متواصلا لأجل تلك الأغراض النبيلة. نطمئن الجميع بأن نوايانا طيبة ووسائلنا طيبة، سنحافظ على وحدة المعارضة وتماسكها، وسنبقى نغار على استقلال مؤسساتنا الحزبية وسيادتها.